وأكيد سلمى راجعين لزميلنا أنس ياغي الموجود طبعا بالعدية وبقرية الدالية تحديدا لحتى ينقلنا تفاصيل هذا المسير اليوم، مسير الدراجات الهوائية. وصباح الخير مرة ثانية لك أنس. صباح الخير مشاهدي الإخبارية السورية، نحن ما زلنا الآن في قرية الدالية وتحديدا في مسابقة دروب تشرين الدراجات الهوائية، ومعنا أبطال ومستقبل سوريا بهذه اللعبة. البطلة رنيم، يسعد لي مساكي وأهلا وسهلا فيك وصباحك كمان بريف اللاذقية وبهي البطولة. شو بتحكي لنا عن هي المشاركة؟ هي مشاركة أول شيء حافز لفتح البطولات العربية بسوريا، كما هي أنه مؤلفة من ثلاث مراحل، مرحلتين عبارة عن مسير فيه كتير عالم من جميع الدول، ومرحلة تانية كمان مسير، والمرحلة الثالثة هي عبارة عن سباق لمسافة محددة. وأنا بحب كتير، يعني أنا بطلة سوريا بالدراجات. بطلة سوريا أنو عام؟ 2019 أول على سوريا، كنت فئة شابات. وشو تطمحي هلأ بهذا السباق؟ أنا كتير بحلم أني أوصل لمراكز كبيرة، وبحلم أني شارك بطوافات عربية تانية. أيضا من البطلات والمتميزات ولقلوا المستقبل بلعبة الدراجات ساندي أسعد، كيف؟ الحمد لله تمام. كيف تحضيراتكم لهي المسابقة؟ الحمد لله التحضيرات منيحة والهمة قوية. أنت بطلة سوريا أيضا. إيه. شو 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 حابة تعملي بهذا السباق؟ في رقم معين ممكن تحطمي؟ الحمد لله إن شاء الله يكون في أرقام معينة كتير نحطمها، وهيدا سباق كتير حلو، وإن شاء الله كمان لبعدين منصير لاعبين أقوى وأحسن ومنحطم كتير أرقام عالمية ومنشارك بطولات أحسن وطوافات وكتير شغلات. شكرا لكم. معنا ايضا مدرب البطلتين، يسعد لي اوقاتك. مثل ما شفنا يعني عوده رياضه الدراجات من خلال هي المسابقه الدوليه في سوريا، كثير مهم الاحتكاك ايضا مع 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 اللاعبات واللاعبين الاجانب والعرب. طبعا هلا اكيد بهذا الطواف لاول مره بيصير بسوريا، يعني شيء حافز كبير كثير انه يعطي احتكاك مع دول كان عربيه وان كان اجنبيه، بيوصل اللاعبين اللي عندنا بيوصلون لمستوى اعلى، وبيسمح لهم يصيروا يشاركوا بسباقات عربية وأوروبية أو آسيوية، يعني ما في مشكلة. طواف كبير كتير حلو كتير، مشاركة ضخمة، شيء حلو كتير يعني انه يكون هيك طواف يصير بسوريا ولاول مره. على كل حال كل توفيق لكم، وان شاء الله بتبيضوا لنا وشنا اليوم بهذا الطواف او بهي المسابقه. طبعا مشاهدي الاخباريه السوريه رح نكون معكم لمده 3 ايام بتغطيه مباشره لكل مراحل هذا السباق. بعد ساعه من الان سوف يكون انطلاق هذا السباق رسميا، هناك حفل افتتاح، شخصيات سياسيه ورياضيه قياديه موجوده لحضور هذا الافتتاح. سنكون معكم لحظة بلحظة، أنا والزميل مازن محمد مراسل إخباري. أكيد شكرا لك أنس، شكرا لك الأبطال سوريا يلي مصرين دائما يرفعوا اسم سوريا بالعالي بكافة المجالات، وأكيد ناطرين منك أنس ومن زميلنا مازن كل جديد.